يبقى انا مش جاي اشحت منك يا بابا. انا عايز حاجه من حقي. حقك؟ نهار اسود. يلا يا اخويا يلا يلا دلوقتي هنقفل دلوقتي. يلا يا سيدي. نهار ابوك اسود. يلا يا اخويا حقك يا ابو حق. ايش تكون فاكر يعني عشان انا بساعدك وبطبطب عليك وبديك قرشين من وقت للتاني يبقى ده حقك؟ ايه عايز تورثني بالحياه؟ مش انت كنت عايزني يبقى ليا لازمه؟ انا هورثك بالحياه. كل الاملاك بقت بتاعت انا بيع وشراء وختمك اهو على الورق. انا ما مضيتش على الورق ده وما ختمتوش. يعني هو جدي كان ختم على التنازل اللي معاك؟ ما احنا دافنينه سوا يابا. ولا نسيت مين بقى دلوقتي ملوش لازمه؟ ولا عاوز تورثني بالحياه؟ انت ايه؟ فاكرني كبرت وعجزت؟ لا بقول لك ايه؟ ده انا ادفنك بالحياه انت والورق اللي معاك ده، انت فاهم؟ اوعى بقى. ايه ده؟ انت بتمد ايدك عليا؟ بتمد ايدك على ابوك؟ عم شحاتة يا عم شحاتة. يا عم شحاتة. خير؟ انا عايزين نتكلم معاك كلمتين. كلمتين ايه؟ حقنا يا عم شحاتة. اوكي. حقنا اللي انت نهبته. صالح. استنى يا طه. انت لولا انك من عيلة القماش كنا فتحناك في المحاكم. يا طه انتوا عاملين عصابه وجايين تهجموا عليا ولا ايه؟ لا اقسم بالله انت العظيم. انت هتقسم علينا ولا ايه؟ ايوه اقسم عليك. جرى يا عم شحاتة. هي كمان جايه فيك انتوا كمان. ولا طه عبد المقصود خضر. اخيرا. انت مين وعايز ايه؟ استنى طه. انا شفتك في اسيوط. جيت لي برجليك لاجل ما ينكشف السر. ربك لما يريد عاد. عمري كله قضيته بدور على نفر واحد من عيلة طه يقوم يقف قدام أربعة منيهم. طه مقصود مين؟ انت جاي غلط يا أخينا. أه حسنين الجماش هو طه عبد المقصود خضر. وهرب من الطار بالموت كيف ما هرب من البلد زمان. لكن ملحوجة الطار يتاخد من عيلته. انت جننت؟ انت جاي للقماشين هنا وتهددنا؟ أنا ما بهددش عاد. يابا يا طه. قوم يا مش حاتة. مش حاتة. قوم مش حاتة. مش حاتة. طه طه سامحني يا طه سامحني. خد بالك من هالغني.